اليوم ما نراه
يومنا قد ضيعت، في يومنا قد ضيعت، في يومنا هذا قد استسهل بها. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن لكم على أزواجكم حقا، وإن لأزواجكم عليكم حقا، لزوجاتكم عليكم. يقول صلى الله عليه وسلم: استحللتم خروجهن بأمانة الله وكلمته، أي أنك حينما تزوجتها بكتاب الله، فلذلك وجب عليك إكرامها بأن تحفظها في نفسها وفي مالها وفي عزها وكرامتها، فلا تفعل ما ينتقص منها، ولا تعتبرها كخادمة عندك أو كعبدة وأمة، تعرفها بالليل فقط إذا أردت أن تقضي حاجتك ووطرك منها. أيها الأحباب الكرام، يقول بالمقابل الحبيب عليه الصلاة والسلام في حديث يخاطب به النساء: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. هذا حديث خطير، لا ترتفع الصلاة فوق الرأس شبرا، لا تقبل. من هم يا رسول الله؟ عد منها امرأة باتت وزوجها عليها ساخر، أي غير راضي، أي أنه طلبها فلم تفعل ما أمر. ويقول أيضا في الحديث الآخر: ما من امرأة تمنع نفسها من زوجها إلا كانت ريح الجنة عليها حرام. نعم، اليوم أسمع نساء تمنع نفسها من زوجها، تتهجد مريضة متعبة، الأطفال ال، والله هذا حديث تقشعر له الأبدان. وبالمقابل يا رجال اسمعوا، لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام على فراش الموت، ما قال؟ قال: رفقا بالقوارير، رفقا بالنساء. شبهها بالقارورة، الشيشة من الزجاج الرقيقة التي يوضع بها العذر. والله لو حار الفلاسفة واجتمع الشعراء والبلغاء ما أتوا بأدق من هذا الوصف. القارورة
لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ودرهماً ينفقه الرجل على الفقراء، ودرهماً ينفقه في سبيل الله، ودرهماً ينفقه على عيال بيته، وخيرهما الذي ينفقه على أهل بيته. فيا من بخلت على أهلك راجع نفسك، واعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن لا تقتر ولا تضيع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه واسأل الله أن يجعلنا خيارا من أهلنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقال قولا كريما: تعظيما لقدر نبينا وتفهيما لنا وتعليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على وبعثت خيرا، وبعثت للمسلمين وللعالمين، علمنا الشرع كما امر، وعلمنا وامرنا بما اردت. والذي قال لنا في زواج الرجل من المراه بعد ان نزل قوله تعالى: هن لباس لكم وانتم لباس لهن، قال: ما من شيء أحب إلى الرجل من امرأة تحفظ في نفسه، وما من شيء أحب إلى المرأة من رجل يحفظها ويصون عفتها. يا أيها الأحباب، إن من حقوق الزوجة على الزوج أن يحفظ كرامتها، أن ينفق عليها، ألا تسمع منها إلا ما يرفع قدرها، وأن يجعلها شريكة. المرأة ليست جارية وليست عبدة، إنما شريكة العمر، لذلك لا تتذلل لها في الليل، وتخدع حينما تجلس عندها، وتأتي بالنهار تذلها، وتأتي بالنهار توبخها. اعلم أنك حينما تشتم أهلها وتسبها فأنت ينطبق عليك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن باللقام ولا بالطعام ولا بالفاحش ولا بالمستفحش. وكذلك يا أمة الله، يا أيتها الزوجة المسلمة، اعلمي أن الحبيب عليه الصلاة والسلام بين وأمر: لو كنت آمرا أحد يسجد لغير الله أمرت المرأة تسجد لزوجها، ولكن لا سجود إلا لله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا غوثنا في كربتنا، يا صرختنا في شدتنا، نرفع إليك بلوانا ونبث إليك شكوانا كما إليك يعقوب، فرددت بصره وجعلت ابنه عزيزا كما